كيف حالكم؟ كيف أحوالكم؟ الحمد لله. أول شيء سمحوا لي، يمكن دخلت عليكم عرض، لكن صدقوني ما جيت إلا عشان أغير حياتكم وأخليكم أثرياء. أثرياء؟ نعم. من الزمن الواحد حتى ميت بيه سمحتك. صدقوا لكن ما عرفنا عليك. الغالي الغالي اعتبرني هدية من ربك. من كلمتك أحسك نصاب. نصاب؟ عطنا ريال. وانت ريال، أنا وحدي معزوم، عندي 200 بيسة أتوقع. هنشوف. الله أكبر. يلصفن. الله أكبر. إيه بعرف هذي مزور. حقيقي. قول والله. والله. جيب 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 شوف. أنت ما تعرفت شيء. شوف. انت تو بس عطيتني 100 بيسه وحولت حالك 20 ريال، ما بالك لو لقفتني 5000 احولهن حالك 50000 ريال. عز الله تم. نوب انا باغي. انت ركز معي، شوف هذه الشنطه ابو قدامك فيها 130000 دولار. دولار دونار دونار. إذا حولت الحال ريالات أيصير 50000 ريال. شلهن حالك بس مقابل إنك أول شيء تلقفني 5000 والأمور طيبة. تم. فلوسكم. سريعين سريعين جدا. موضوع فيه فلوس. أنت تفضل، هذه الشنطة وهذه فلوسك داخلها. أما أنت فأنت تنظرني شوية، أروح السيارة أحول لك الفلوس وأرجع، لأن تعرف هنا ما أبغى ألفت الأنظار. صح صح. تمام. عادي عادي خذ راحتك. تمام. الأمور طيبة. الأمور طيبة. أحسنت. أما ذا الإنسان واضح إنه يغير حياتنا. إيه ظلمت أنا، قلت نصاب. نعم إنه هدية. أبو يا أحمد. أحمد. هلا. لك إنه يشرد ذي. أنا راح سيط عرم بالول. دوكم البغامس رجوع عيني عينك. الله أنا همشي فلوسي معي. يا سلام. العب بالفلوس.